إذا هو عندنا داتا شيت لـ SCR أو ثيرستر، خلينا ناخذ فكرة عامة عن إذا هذا اسمه BT152 series. سيريز شو معناها؟ احتمال في أكثر من واحد بهاي العالم، يعني كلهم اسمهم BT152 بس واحد منهم بيكون 10 أمبير مثلا، واحد 20 أمبير، واحد 30 أمبير، فبيجي بعد ال 152 بيجي شحطة مثلا بتوصف لي كل واحد من هذول حتى أعرف أميز بينهم. مثلا خلينا نشوف مثلا هلا هون ايش اللي موجودين بهاي السيريز. هاي عندي BT152 سيريز فيها هاي الثلاث أنواع المختلفة اللي موجودين فيها، واحد 400، واحد 600، واحد 800، واللي هو كأنه هذا الفولتج. تمام، واضحة هاي؟ شايفين الكرنت نفسه؟ الكرنت اللي بتحمله هذا نفسه، هذا الفولتج، الفولتج تبع كل واحد فيهم واحد 450، فايش سموه؟ 400R، واحد 650 سموه؟ 600، واحد 800، شو ال 800 وال 600 وال 400 هذول؟ شو بيمثلوا؟ أي فولتج؟ ريفرس بلوكينج الـ VPO، يعني هذا لو حطيت عليه انا فولتج معقول مقدار او فورورد، مش تذكروا الكاركترستكس كان عندي بالجهتين، مش كان عندي هون هذا هيك وهون هذا هيك، هذا الفولتج بيقدر يتحمل الفولتج، بيقدر يتحمل هذول الفولتجز معكوسين عليه، بعملهم بلوكينج ما بيصير فيه عندي كوندكشن، اللي هم هذول. لاحظوا هو كانه 450 بس احنا بنسوقه على انه 400 حتى يكون عندنا مارجن هامش 650 بنسوقه على 600 و 800، وهون حتى هاي 800 مش 850 بنسوقه على انه 800. الكرنت الافرج اون ستيت كرنت والار ان اس اون ستيت كرنت، هذول الكرنتس اي كرنتس هذول؟ الليكج؟ لا ولا اي كرنتس؟ لا الفورورد كرنت، لا مش الجيت، الجيت هلا بنشوفه. هذا الفورورد كرنت، يعني هو كسويتش، هذا الثيرستر الان كسويتش راح يقدر لما يسكر ايش الكرنت اللي بيقدر يمشيه؟ 13 او 20 حسب عمالي بطلع على افرج او ار ان اس، والفولتج اللي بيقدر يعمل له بلاكينج وهو فاتح قديش؟ ال 400 او 600 او 800. صح؟ نعم. الجيت بيكون اقل من الفورورد كرنت، صح؟ لا الجيت بدي كرنت بسيط حتى اشغله. حتى تشغله الكرنت هلا بنشوفه تبع الجيت. جيت الكرنت قليل راح تلاقي انه بالملي امبير. لاحظين الريشو ما بين اثنين، ما بين الجيت الكرنت اللي بدي امرره بالجيت هلا راح نشوفه في الداتا شيت، والكرنت اللي ماشي في السويتش في الديفايس كانها سويتش، يعني كانه هاي الديفايس احنا عم نفكر فيها هيك، هي سويتش بمرر الكرنت بيعمل بلوكينج لفولتج، ومين اللي بتحكم فيها راح تحطه خط مقطع؟ الجيت. ماشي واضح؟ كانها هي هيك، كانها هيك، كانها ديفايس سويتش بيتحمل بيقدر يمشي 13 امبير او 20 امبير افريج او ار ان اس، وبقدر يعمل بلوكينج لفولتج مقداره 400 او 600 او 800 فولت. اذا هلا عرفنا هذول الثلاثه اللي في السيريز. هلا هون كمان هو بيعطيني شغله، هون ايش اسمه هذا؟ نون ريبيتيتيف، في حالات معينه لفترات قصيره جدا بيتحمل كرنت اعلى بكثير، قديش قيمته؟ 200، بس مش باستمرار، لفترات قصيره جدا ممكن يتحمل هذا الكرنت، اسمه نون ريبيتيتيف بيك اون ستيت كرنت. لكن هو اذا بدي اصممه بدي اصممه بحيث انه معظم الوقت باخذ الكرنت هذا اللي هو الريتد كرنت تبعه اللي هو 13 افريج او 20 ار ام اس. نطلع على الكونفجريشن تبعته، ملاحظين الكاثود، هي ايش رمز الكاثود؟ كي والانود اي والجي، لكن في شيء ثالث التاب، شو التاب؟ هاي القطعه، القطعه هذه موصوله مع ايش؟ معناها ايش كانت موصوله معنا بالترانزستور بالتكريم؟ مع الكوليكتر، مع الكوليكتر ولا لا؟ ولا مع الكاثود؟ مع الكاثود، كاثود في الدايود، في الدايود الكوليكتر اظن بالترانزستور اظن، ولا ما طلع معنا هذيك الشغله؟ اوكي تمام. كمان بتلاحظوا الباكج هاي مش لها اسم؟ بغض النظر عن الديفايس اللي محطوطه فيها، اسمها بالحاله هاي تي او 228، اظن نفسها احنا طلعنا المره الماضيه كانت تي او، في تي او 3، في تي او 5، في تي او، هاي اسم الباكج ما لها علاقه شو محطوط فيها. وإذا بتطلعوا بالديتا شيت بعدين رح تشوف محطوطة الدايمنشنز تبعت هذول قديش المسافة هاي وقديش المسافات المختلفة والأطوال. بعدين في عندنا هلا هون الليمتنج فاليوز ريبيتيتيف بيك أون ستيت، هي هون الكرنت هذا اللي بضل يتكرر، الفولتج اللي بضل يتكرر يتحمله هو ال 400 وال 600 450 650 800. الافرج اون ستيت كرنت اللي شفناه فوق اللي هو كان 13 و20 للافرج والار ان اس، نون ريبيتيتيف كرنت حوالي 200 امبير اللي بتحمله
لكنه برضه كمان بيعتمد على الزمن، معطيك تفاصيل اضافيه، ال 10 ملي سكند بتحمل 200، ال 8 وثلث ال 10 ملي سكند بتحمل 220 امبير. كمان معطيني هون ليميت على الدي اي على دي تي، دي اي على دي تي اللي هي ايش؟ ريت اوف تشينج اوف كرنت. هي البيك جيت كرنت، البيك جيت كرنت ما بيصير الجيت كرنت امرر فيها اكثر من 5 امبير. هذا الماكسيمم، بس هذا مش الريكومندد فاليو، الريكومندد فاليو هلا بنشوفه بعدين قديش. في عندي اخر شيء هون طلع عليهم، عندنا الاوبريتنج جنكشن تمبريتشر وفي ستورج تمبريتشر. ايش الاوبريتنج جنكشن؟ وين الجنكشن؟ الجنكشن في داخل الديفايس، مش هيك؟ قديش درجة حرارة ما لازم تزيد عن قديش؟ 125. لكن انا بقدر اخزنه ناقص 40 ل 150، التخزين درجة حرارة التخزين مختلفة. في كمان الجيت باور، ما بصيرش الجيت، الجيت على فكرة راح تبدا تسخن، مظبوط؟ بين الجيت والهاي، لأني عم بمرر فيها رغم انه قليل. الماكسيمم ما بصير يمر في يعني فيها ديسيبيشن اكثر من 0.5 واتس. هلا بهمنا كمان ناخذ الجيت كرنت، الريكومندد فاليو للجيت كرنت. لاحظوا اللي حكيناه قبل شوي، اذا حطيت على الثيرستر 800 فولت رح يعمل سويتشينج اون، بس هاي اتس نوت ريكومندد. يعني ممكن هو بدون دامج ما يخرب، اذا حطيت عليه فورورد فولتج 800 فولت ما يخرب يعمل سويتش، بس هون بس هذه مش الطريقه، اتس نوت ريكومندد. لاحظين ايش حاطين هون؟ انتم كمان تقراوهم عندكم، although not recommended، لا ينصح فيها، لا ينصح بهذه الطريقه، هي مش الطريقه الصحيحه، بس هو بقول انه ممكن هو يعمل سويتشنج اون بدون ما يصير فيه دامج. هلا بهمنا كمان هذول ثيرمال ريزيستنس، احنا ما حكينا عليهم، اذا صار معنا وقت نحكي بالتفصيل اكثر عن ثيرمال ريزيستنس، اللي هي سهوله انتقال الحراره من الجنكشن من الداخل للخارج. هاي ليش مهمه؟ ليش مهم اعرف؟ التبريد. فلا اذا بدي اعمل تصميم التبريد لهذا الجهاز لازم اعرف الثيرمال ريزيستنس من الجنكشن للكيس ومن الكيس للامبيت. فمعطيني هو جنكشن تو ماونتنج بيس اللي هي التاب هاي اللي شفناها، وحدتها كلفن بر وات او سلسيوس بر وات، الحاله هي كلفن بر وات. وبعدين عندي كمان شو بدي اياها تكون الريزيستنس هاي، اقل ما يمكن ولا اكثر ما يمكن؟ اقل ما يمكن عشان الريزستنس تكون قليله فانتقال الحراره بيكون اسهل. ومن الجنكشن للامبيونت هاي اللي هي لبرا للهواء اعلى بكثير، لانه اصعب الانتقال من الجنكشن او من الكيس لبرا. هذه بتهمني هون الجيت تريجر كرنت، الكرنت اللي بستعمله حتى اعمل تريجرنج. التيبيكال فاليو 3 الماكسيمم 32 امبير، فالمفروض لما اشغله بالرينج هذا اللي هي الكرنت اعطيه 3 ملي امبير. وكمان في عندي الجيت تريجر فولتج، كمان الجيت تريجر فولتج ما يزيد من 0.6 ل 1.5 فولتز حتى يشتغل. هاي في شغله اللاتشنج، صح؟ وين بدنا اللاتشنج كرنت؟ هاي اللاتشنج كرنت. اللاتشنج كرنت الكرنت اللي راح يمسك عليه ويضل شغال من 25 ل 80، الهولدنج من 15 ل 60. تذكروا اللاتشنج حتى اشغله ويصير اون، بس بعدين راح يضل حتى لو نزل شوي، يعني بعطيك هاي 25 وهاي 15، يعني انا بشغل على 25 بس ممكن يضل شغال تقريبا ل 15 ما يطفي، اللي هو الهولدنج واللاتشنج. وهي بتشوفوها بالريليز لما تعمل مختبر الام اس دي، في منكم ماخذ مختبر الام اس دي؟ لما تشغل الريلي بتقدر تشغل الريلي على فولتج معين او تمسك على كرنت معين، بعدين لما تطفي بدها كرنت اقل حتى ترد تطفي مره ثانيه. عندنا هاي مهمة دي في على دي تي، أحد الطرق كمان اللي ممكن الترانزستور يشتغل فيها، الثيرستور يشتغل فيها أن انتشنالي، ما بصير أنا أستعملها، إذا كان دي في على دي تي عالي. إيش يعني دي في على دي تي؟ الريت أوف تشينج أوف فولتج، القيمة اللي موجودة هون تقريبا 300 فولت بير مايكرو سكند. يعني إذا الفولتج عبر أطراف الثيرستور عم بيزيد بسرعة أعلى من 300 فولت بير مايكرو سكند ممكن يعمل سويتشينج أون. وعشان هيك رح تشوف في طريقه للحمايه استعمال ستابر نتورك، ونستعمل ستابر نتورك حتى نحميه. كمان عندي هون الجيت تيرن اون والجيت تيرن اوف، الزمن اللي باخذه حتى اعمل تيرن اون او جيت تيرن اون والسيركت تيرن اوف تايم بحدود 2 مايكرو سكند و70 مايكرو سكند، هذا الزمن اللي باخذه حتى يشتغل، اذا هو مش انستنتينيوس مش فجاه رح يشتغل، رح ياخذ وقت حتى يشتغل. هون في حاله الاون 2 مايكرو سكند، في حاله الاوف 70 مايكرو سكند. بقية الداتا شيت بتعطيني كيرفز مختلفة وكمان بتعطيني الدايمنشنز، لازم الدايمنشنز للقطع بتعطيني الدايمنشنز بالضبط عشان تعمل له ماونتنج اعرف بالضبط قديش الاطوال هاي المسافة. هاي
في أسئلة عن الدكتور؟ نعم.